شمت نغير شمت نغير. الله يحييك يا ابو علي. الله يبزيك. الله نسولفك ما تمل يا بعد الله. الله يسعدك. الله يخليك ابو علي. هالفقره هذه شكرته. بعطيك اسئله. السؤال اللي ما يعجبك سكبه. واحد بس ما يمدينا اثنين؟ لا واحد بس. شكرا الله. تاخذه وتسكبه. طيب ما يمديك تقول لي الاسئله كلها مره واحده؟ لا ما اقدر. ليش؟ لانه احيانا يكون في لغم. اعطيك سؤال تسكبه يجي اللي بعده اشد منه. الله يسعدك. الله يعين. طيب علي يقول لك وضعك الوظيفي كمدير يحرجك بحكم انك مشهور او لا؟ لا بالعكس. عادي. بالعكس يعني انا بالعكس احس انه يعني سهل لي امور كثيره. وايضا سهل بعض الاعمال اللي احنا نقوم بها. لكن ما يجي واحد يقول لك انا بستغل طيبه ابو علي. لا الحمد لله. يمكن اللي يعرفون كثير انا مجامل عندي قليله جدا يعني. بالعكس يعني صريح بس الشيء اللي ما يضر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب تسميه بعض المحلات بنفس اسم محلك يعني مثلا رياف القصيم متعارف عندنا ومعروف لكن يحط اسمه قبل اسم قبل ولا اسم بعد تضايق ولا تحس انه من باب الدعم يعني وحتى لو انه ما استاذنك يعني؟ انا طبعا في البدايه كان يضايقني الشيء هذا ولكن لقيت ما له حل صراحه يعني مجرد انه يحط كلمه صغيره قبل الشيء ذا خلاص هذه حميه من ناحيه قانونيه. صح. فبديت انا اقولهم يعني حط يدي بيدك. صح. لمصلحته هو بالاول. صحيح. يعني بحيث انه يكون اسمه يعني يرتقي مع اسمائنا. صحيح. وايضا بحيث انه انا ما يسيء لي. صحيح. هذه. صحيح. طيب ما سبب توقف منصور عن التغطيات الداعمه للمنطقه؟ لك تغطيات كثير وتواجد كبير كان باي مناسبه صغيره او كبيره سواء حفل اميري ولا حفل مدارس. الفتره هذه باقي اسئله كثير عشان اسوي سكوب ولا باقي اسئله. الفتره هذه منصور مو موجود. احنا كنا انا كان اعتقادي امانه انه منصور كان ياخذ مبلغ وقدره والناس وقفت بحكم انها ما راح تدفع. تفاجات انه لا اصلا منصور كان يجي تطوع. صحيح. طيب ليش توقف منصور والمساله تطوع؟ صحيح فعلا جيتي كلها تطوعيه واتشرف صراحه بتغطيه اي فعاليه سواء على مستوى المنطقه او على مستوى الوطن يعني. بالعكس يعني هذا اقل شيء نقدمه احنا لوطننا. ولكن ما يزعجني انه يجيك واحد طبعا له جهة أمنية وله جهة يعني منظمة فممكن أنك أنت تصور فيجي يسحب الجوال أو يدفك أو يمنعك بالشكل هذا. فحبيت أني أبعد عن الشيء هذا خصوصا يعني عشان ما يعني ما أسيء لنفسي. صح صح مضبوط. وثانيا أني برضو المشكلة هذه ما راح تنتهي أبدا يعني. صحيح. مع الأسف أنه في ناس يعني تتطفل على الحفل وهي بعيدة كل البعد بس مجرد أنه يعني عشان تبرز نفسه. بالضبط. عشان كذا انا حبيت اني اتنحى اتشرف بالحضور والمساهمه ايضا ولكن بالتصوير. حتى باختيار بعض النجوم هناك عندنا مشكله مع المنظمين. صحيح. يعني مثلا. صحيح. انا مثلا كمنظم احيانا ما يعرف من هو النجم هذا. صحيح. احد الشباب المنظمين على عجاله قال لي نصيحه ابو ناصر بما انك تنظم مهرجانات اي ضيف بيجيك اعطى المنظمين صورته. حتى ما تسلم مو مره من عنده بس علشان لو شافه تايه او شيء يقول تفضل يا استاذ. ما تسلم. المشكله انه يعني في ناس يدري انك جاي علشان هالتغطيه هذه ولكن مع الاسف يسيء لك بالتصرف ومع الاسف انه تلقاه مثلا يعني بعمر عيالك. صح. فهذه من الاشياء. صح. اللي خلتني صراحه الفتره الاخيره من سنتين وقفت كل التغطيات كتصوير اما حضور لا بالعكس نتشرف ونساهم. الله يعطيك العافيه. طيب هل هنالك مشهور أعلن ضدك سم؟ هذه لا خلاص سكب دي ترى فوز بوشين. لا ما يخال ما مشكلة لأن مهما كان سكب ودو ودو على طول هنا الزملاء يعني المشاهير كلهم يعني أصحابي وكلهم كلهم كل احترام ولكن للأسف قبل فترة يعني حصلت حرب من شخص واحد يدعم أي محل منافس لأي نشاط يعني تبعنا ولكن ما يدري أنه هالشي هذا دعمه للمحلات هذه هذا بالعكس كأنه دعم لي أنا يعني. صح. ف
فغالبا الناس لما يقول لك مثلا اثني على محل اروح ادور الضد، معروفه دي. فالحمد لله يعني انا دائما اقول هالعمر والرزق صح ما لحد ندخل فيه. صحيح يلا صحيح. شوف لو انك مسكب هذه ما سلمت من هذه، هل تستطيع ان تقول اسم هذا المشهور؟ لا والله ما اقدر. شفت هذه الاسكيب؟ ايه هذه قلتها انا السالفه. قلت السالفه انا ليش قلت لك لا؟ لا الاسم اعتذر عشان اعتذر اعتذر والله ممكن اجل لحظه هذيك هذه اللي خلت لاقيها تقول حلتي لي المشكله. تسمية بعض المحلات هذه قلناها صحيح، انتهت فقرات الموضوع. والله يسعدك شكرا لك. نرجع لابو علي يلا باذن الله محمد وسولف معه باذن الله. تفضل. شبا وقهوه وسالفه.